محمديه اوتوماتيكمون ديريكتومون مشى مشى الفاس. وعندنا لاعبين من ولاد المحايد في المدارس اللي كاينه دابا راه كيلعبوا في الوداد في لي كادو في لي جينيور. حتى انا والجمعيه اللي عندي ديال المدرسه ديال كره القدم حتى انا راه ملي شفت هذه المساله هذه حتى انا كيبان لي دري عنده با فقير ما يسمح لعندنا بالعاليه الحسنيه وحي النصر هذيك البلاصه كنعتبروها مهمشه وكذا وهذه حنا راه كنشدوا ذاك الوليد كنديوه للفريقه اللي يقدر واش دري انا هنا هنا لاعب ديال الفريقه كيتقاضى واحد القدر اللي انا عندي دابا لاعب في الجونيور في الاسبوار في التطوان كيشوف شي 7000 درهم وعشر وسينيت ليه وسينيت ليه بخميسات اطلع السنيور اذا ما نخرج وسينيت ليه بخميسات اول ما خرجت اول ما سينيت ليه بخميسات اسمع اول ما سينيت ليه بخميسات سينا اسمع سينا ب 50000 درهم و 3000 درهم زائد الاقامه زائد كذا وهادشي غير في الاسبوار. اين هي مدينه المحمديه وفين كان هادشي قبل؟ راه كانت مقبره حنا بغينا نقضوا هاد المقبره هادي. اذا الرساله وصلات غادي نمشيو عند خالد. خالد السؤال الحلول وتوقعاتكم المباراه ديال الغد. توقعات المباراه ديال الغد حنا كنتمنوا يا ربي يكون انتصار كنتمنوا ولكن الوضع ما هي استعدادات اتحاد المحمديه لاول مره كنشوف انا اتحاد المحمديه يعني لاول مره كنشوفهم مستقرين يعني ملي كانت فرقتنا ما مزعزعاش ما كانش كيبان لك اتحاد المحمدي. اما دابا اذا التوقعات ديالكم قد انتصار ان شاء الله ان شاء الله انتصار غيكون انتصار وبغيتي نعطيك الحل ياك الحلول الحل كاين حل واحد هو اللي كاين راه والله هما تجمعوا مع بعضياتهم وتصالحوا المسيرين القدام مع الجداد واللعابه القدام وجلسوا وداروا يد واحده والله الا نجحات هذه الفرقه. كيف دارت فاس؟ كيف ما دارت فاس؟ شفتي فاس وشفتي رئيس فاس؟ راه شي مراديشي عنده 9 النواب حتى المؤشرين شوف كلشي يخدم. كنقول لك واحد الحاجه السي خالد كنقول لكم واحد الحاجه الحل راه ما كنقولش اللعابه القدام وكنقول المسيرين القدام مع الجداد لا كنقول حتى المؤطرين ما يقصيوش مؤطرين ديال المدينه راه ما يقصيوش مؤطرين ديال المدينه راه مؤطرين ديال المدينه. قتلنا دقيقه في عمر البرنامج. لا بالنسبه للهضره كنتمناو من الناس في التيران يخليو الهضره ديال الاختصاص ديالها ما يبقاوش يجيبوا لنا الطباله الله يحفظك الاختصاص ديالها الهضره ديال الاختصاص ديالها وهي اللي كتعرف. اذا خليونا البرنامج يبقى حلو حتى الاخر. كاينه الترا وحده دابا النقطه ديال الترا زوينه كيهضر عليها الترا وحده هي الترا واريورز. كنتمنى من الناس يخليهم يخدموا وهما اللي كيعرفوا اشنو كيديروا في التيران. او توحيد الالتات هذا اللي كيجر الحديث عن توحيد فريق واحد بالمدينه. خليك معنا عديل. يبدو ان الخياطي تجنب الحديث عن المشوشين ممكن تطرق ليها انت يا والحلول. هو فين ما مشيتي هادشي كيوقع في اي في اي في اي في اي في اي فريق. كاينين الناس اللي مع المكتب القديم وكاينين الناس مع المكتب الجديد وكاينين المشوشين وكاينين اللي باغين واحد الناس اللي كيعرفوا غير كيخرج الصباح ما عنده حتى درهم في العشيه خاصو يجيب 200 درهم خاصو يدير واحد الطرق ديال المقر. كاين مشوشين صغار ما هو بالنسبه للنقطه ديال الحلول والحل. الحل الوحيد اللي كاين في مدينه محمديه وهو الجمهور ينزل الملعب البشير. اذا النصيحه للغدا النصيحه للغدا والماتشات كاملين ماشي شوف انا كنبغيتنا انا كنقول اسمح لي انا كنقول انا كان عزيز عليا نشجع فريق واحد وهو شباب محمديه وكنطلب حتى من الجمهور ديال الاتحاد المحمديه حتى هو لان ما يمكنش انا شوف لان سمعت واحد المقوله كتروج مدينه محمديه ان رئيس ديال الاتحاد المحمديه كيقول لك كيف لي انا باش نقدر نصعد بالفريق ديالي وما عنديش جمهور. الدور ديال جمهور في المدينه مع اي فريق واخا يكون هذا الفريق هذا باقي الله كتم التاسيس ديال هذه الفرقه هذه الا واخا يكون عنده واحد الجمهور ولو من المنخرطين. وكنطلب من المكتب المسير يكون حاضر في 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 بدون استثناء من المكتب المسير لان عندنا حنايا تشجيع لان عندنا واحد 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 الديربي اللي شنو هو ديربي الهوات بالفعل ديربي الظلمات بالفعل لكن عندنا ناس كاينين في المدينه كاينين اطر في المدينه اللي هما اللي كيسيروا المدينه. كاين المجلس البلدي خاصو يكون حاضر في 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 الديربي خاص يكونوا الناس ديال رجال الامن
ويكون الامن. حنا كنشكروا الامن اللي كيقوم بواحد الدور ديالو في الملعب باشير داخل وخارج الملعب باشير. نكمل اللجنه الدعم خاصها تكون حاضره. لجنه الدعم واي فريق باش نوضح الكلمه الاخوان واي فريق اي فريق كيف ما كان الا وكاين عنده واحد اللجنه اللي كتنسق مع الجماهير في التنشيط ديال الملعب واللي كنطلب من الناس اللي كيشوشوا على الدور ديال الجمهور حيدو. نحن ما بقيناش في زمن ديال الدقيقيه. راه ولا محيب الطفل صغير كيخرج محيب ديال الفرقه ديالو كتقول لي اعطيني ديسك ديال الشباب اعطيني شي اغنيه كيقول لك بلاتي كيسد عينو كيحل لك يعطيك ديسك. اذا الفكره وصلت طريق اخر كلمه وكلمه للجمهور الاخوان كلهم قالوا كلمه للجمهور. ديما كان النادي انا بحضور الجمهور وكنحضروا حنا شخصيا ماشي كالنادي نزعروا الناس يمشيو ما كيمشيوش حتى الناس ديال الفيسبوك اللي كيمثلوا كيمثلوا كيقولوا خاصنا نحضروا هما ما كيحضروش وكيصيفطوا الناس. حنا كنحضروا وكنحضروا ديما وكبرنا مع الشباب وعندنا استوار مع الشباب. ما كنبغيش نهضر على راسي وشخصا راه حنا عندنا كبرنا في الشباب وخالي راه كان في الشباب واسره رياضيه الحمد لله الوالده ديالي كانت استاذ. المهم الحل كما قال الاخ البحث قال لك المشكل في المحمديه لا جمعيات رياضيه ولا جمعيات ما كاينش الاختصاص. كل جمعيه كتبغي تنقز على كل شيء خاص يكون الاختصاص خاص كل واحد يتخصص بواحد الحاجه. شباب محمديه كما قال واحد قال لك انا مدرب ومساعد مدرب راه فريق راه فيه منظومه فيه لجنه كل واحد خاصو ياخذ اختصاصات ديالو. واخر كلمه خويا خالد لو سمحتي انا غنخرج شويه عن النسق ديال الموضوع. نهار يجي رئيس ولا مكتب ويقولوا يصرحوا بان احنا باغيين نبنيو فريق وعطيونا شويه الوقت داك الرئيس ولا غنطبل ليه. اذا اخر كلمه الكمال الجماهير انا كنطلب من الجماهير باش يحضروا غدا كثافه الملعب. علاش؟ لان الجمهور راه قوه الضغط على اي مكتب جا. هنا كان الناس الجمهور ديال شباب محمديه وديال اتحاد المحمديه يهبطوا بكثافه الملعب ان شاء الله. اذا في ختام حلقه اليوم من برنامج قضايا رياضيه كنشكروا كمال عبد الرحيم ابراهيم عبد الرحمن طارق الخياطي خالد عادل عبد الله والى لقاء قادم ان شاء الله. ممكن كل شيء يدو هنا ممكن كل شيء يدو واحد جوج ثلاثه شباب.